اسماعيل، سيدي اسماعيل. ازيك يا شيخ محمد؟ حاضر، اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك يا فندم، بعد اذن حضرتك يا عم الشيخ، اتفضل يا سيدي. على طول بيحصل مشاكل بيني وبين مراتي، نرفزة وزهق، وحس قلبي موضوع مضغوط جامد كده، حتى في حالة الشغل اللي انا فيها، بس الحمد لله ما بسيبش ولا فرد، وبارك ربنا سبحانه وتعالى، وعيالنا مظلومين في وسطنا، كل شوية يحصل مشاكل وزهق، بس مش عارف المشاكل دي جاية من ايه. حاضر. حاجة تانية حاجة اسماعيل؟ لا شكرا يا شيخ، تسلم يا سيدي. والنبي ابن والنبي يا نعم؟ حضر، يا تجاوبني والنبي يا شيخ حاضر كده. يا فندم، حاضر. أختنا إيمان كانت بتشكو من الكوابيس، وأخونا اسماعيل بيشكو من المشاكل. بقول لكل الناس اللي بتشكو من الكوابيس أو المشاكل ومش لاقيين لها سبب، ما فيش سبب مادي، ما فيش سبب سوء خلق واحد فينا، ما فيش سبب تربوي إن حد في البيت مش مظبوط محتاج يقوم سلوكه، نعمل إيه؟ نشغل سورة البقرة في البيت، بشرط إن هي تكون بعد عصر الجمعة أو بعد صلاة الجمعة، كلاهما صحيح، ونفتح كل نوافذ الشقة، وضروري جدا نرتب الشقة، ضروري جدا ما نخليش الشقة منعكشة، الشياطين تحب الكركبة وتحب النعكشة وتحب الكلام ده كله، لكن الشقة المرتبة المنسقة اللي ريحتها طيبة تفر منها الشياطين وتأتي فيها الملائكة. فاقرأوا فيها سورة البقرة، مش حافظينها ومش عارفين تقروها، شغلوها. ويستحسن أن تقرأوها، ويا حبذا لو قرأت على ماء ورشت في أركان الشقة عدا المطبخ والحمام، ويا حبذا لو شربها الجميع، فإنها إن شاء الله وقاية، وأخذها بركة إن شاء رب العالمين.